بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعزائي الطلبة، السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل معكم إلى مادة مدخل إلى علم السياسة، ومع المحاضرة التاسعة في السداسي الثاني بعنوان التنشئة السياسية. لقي مفهوم التنشئة السياسية اهتماماً كبيراً من طرف علماء السياسة والاجتماع وعلم النفس، وله جذور ممتدة في التاريخ ترجع إلى العصور القديمة. ففي القرن السادس قبل الميلاد أرجع الفيلسوف الصيني كونفوشيوس فساد الحكم إلى غياب المواطنة الصالحة بسبب عجز الأسرة عن تلقين قيم الفضيلة والمصلحة العامة، ولهذا دعا جهاز الدولة إلى تحمل مهمة تعليم الناشئة ابتغاء لخلق نظام سليم. وخلص أفلاطون في كتابه الجمهورية إلى اعتبار التعليم واحد من أهم أعمدة الدولة الفاضلة، وكرس أرسطو في كتابه السياسة للحديث عن التربية، وجاء فيه أن من ضمن واجبات الحاكم أن يهتم غاية الاهتمام بأمر تربية الأجيال. ولقد أشار الفارابي في مؤلفه آراء أهل المدينة الفاضلة إلى ضرورة تسلح حاكم المدينة بالمعرفة النظرية والعملية التي تيسر له أسباب القيادة وتوجيه سلوكهم. أولاً، مفهوم التنشئة السياسية. على الرغم من الاهتمام المبكر على المستوى الفلسفي بالتنشئة السياسية لما لها من أهمية في تحقيق استقرار المجتمعات، إلا أن الاهتمام بدراسة التنشئة السياسية بصورة علمية منظمة لم ينشط إلا حديثاً. وكان لهربرت هايمان الريادة في دراسة التنشئة السياسية من خلال كتابه المعنون بالتنشئة السياسية، دراسة في سيسيولوجية السلوك السياسي، التي عرفها بتعليم الفرد لأنماط اجتماعية عن طريق مختلف مؤسسات المجتمع، بحيث تساعده على أن يتعايش سلوكيا مع هذا المجتمع. وهناك العديد من التعريفات يمكن إدراجها في فئتين طبقاً للهدف الذي تصوره الباحثين للتنشئة السياسية، وهما الفئة الأولى، والتي ترى أن هذه العملية تهدف إلى الحفاظ على الوضع القائم وتدعيمه، كما أنها تحرص على تلقين الأطفال القيم والمعارف والمعايير والاتجاهات السياسية المستقرة في وجدان المجتمع أو النظام السياسي، بما يضمن بقائها واستمرارها عبر الزمن. فنجد تعريف كينت لانغتون الذي يتفق مع هربرت هايمان في أن التنشئة السياسية تعبر عن كيفية نقل المجتمع لثقافته السياسية من جيل إلى جيل. ويضيف لانغتون بأنها عملية مستمرة وجزء من النسق الاجتماعي الذي يوجه لاكتسابها بواسطة الأعضاء الجدد من أجل تعلمهم واكتسابهم سلوكا سياسيا معينا ليساعدهم على كيفية التفكير والشعور بالنسق السياسي الذي يعيشون فيه. من خلال ما تم عرضه من التعريف السابقة، نستنتج أن التنشئة السياسية كعملية يتم بمقتضاها تلقين الفرد مجموعة من القيم السياسية لضمان بقائها واستمرارها عبر الزمن، وهذا ما يؤكده روبرت ليفين لما يعرف التنشئة السياسية على أنها اكتساب الفرد لاستعدادات سلوكية تتفق واستمرارية قيام الجماعات والمنظمة السياسية لأداء الوظائف الضرورية للحفاظ على وجودها. الفئة الثانية، ترى هذه الفئة أن التنشئة السياسية هي عملية يكتسب من خلالها المرء تدريجياً هويته الشخصية التي تسمح له بالتعبير عن ذاته وكيفية تحقيق مطالبه بالطريقة التي يجدها مناسبة له. فالتركيز هنا لا ينصب على استمرارية والتوافق، ولكن على التغيير والاختلاف، بمعنى تعديل الثقافة السياسية السائدة في المجتمع أو خلق ثقافة سياسية جديدة، أي عملية تطبيع.
ففي نفس السياق يرى كليري أن التنشئة السياسية هي وظيفة النظام السياسي، وكل النظم التي تحاول الحفاظ على ثقافتها ونتاج هذه العملية هو خلق قيم ومعايير واتجاهات نحو النظام السياسي بمختلف مستوياته المحلية والقومية، كما يعرفها كولمان بأنها تلك العملية التي من خلالها يكتسب الفرد الاتجاهات والمشاعر نحو النظام السياسي، وهي تتضمن المعرفة بمعنى ماذا يعرف الفرد عن النظام السياسي، المشاعر وهو ما مدى التزام الفرد وولائه للوطن، الكفاءة السياسية وهو ما هو الدور الذي يجب أن يقوم به الفرد في النظام السياسي. أما جابرييل ألموند فقد جمع بين الفئة الأولى والثانية، فعرف التنشئة السياسية على أنها العملية التي تنشأ بها الثقافة السياسية وتغيرها في نفس الوقت، لذا فإن لكل نظام سياسي مؤسسات هامة تقوم بتنفيذ هذه الوظيفة من أجل تلقين المبادئ السياسية وتقديم المهارات للمواطن وللنخب السياسية. انطلاقا من التعريفات السابقة كلها، يمكننا القول بأن التنشئة السياسية هي تلك العملية التي يكتسب الفرد من خلالها معلومات وحقائقه وقيمه ومدنه السياسية، ويكون بواسطتها مواقفه واتجاهاته الفكرية والإيديولوجية التي تؤثر في سلوكه وممارسته اليومية، وتحدد درجة سطحيته وفاعليته السياسية في المجتمع، وتساعد على بقاء وديمومة واستقرار النظام السياسي. طالما تستهدف تمرير الأفكار والخبرات والأساليب السياسية التي يعتمدها المجتمع بين أبناء الشعب، ويحاول زرعها في نفوس الأفراد والجماعات على اختلاف خلفياتهم الاجتماعية والطبقية. ومنه يمكن تحديد سمات مفهوم التنشئة السياسية في العناصر التالية: التنشئة السياسية في جوهرها عملية تعلم، وهي عملية من شأنها إكساب الطفل أو الفرد معارف وقيم واتجاهات سياسية، أنها عملية مستمرة طوال حياة الفرد تقوم بها كافة مؤسسات التنشئة في المجتمع، أنها تساعد على تغيير أو دعم الثقافة السياسية السائدة في المجتمع. لكن عملية التنشئة تأخذ شكلا مختلفا في نظم الحكم غير الديمقراطية، والذي يتحدد من خلال ثلاث اعتبارات. الاعتبار الأول هو خلق نوع من الاضطراب في نفسية الفرد أو تعميقه، إن كان الفرد يعاني مسبقا من الاضطراب بهدف تحطيم ذاكرة الفرد، وهذا يعتبر التمهيد لوضع أرضية قابلة لتلقي معطيات التنشئة السياسية للسلطة. ثانياً، طمع السلطة للأفراد وتخويفهم من قوة النظام السياسي إذا ما حاول أي فرد في المجتمع الوقوف أمام المصالح والأهداف المسطرة، هذا ما يخلق ضغطاً على الفرد ويجعله يقبل كل ما تبلي به السلطة السياسية. وتنطوي تحت التعريفات السابقة مجموعتين من الجوانب الخاصة للتنشئة السياسية، وهي الجوانب المعرفية، وتتمثل في المعارف والمفاهيم السياسية والاجتماعية ذات الدلالات السياسية، ومجموعة الجوانب الدفعية التي تتمثل في الاتجاهات والقيم والميول والقناعات الدافعة للفرد. انطلاقا من هذه الجوانب يمكن التمييز بين مستويات ثلاث للتنشئة السياسية، وهي تتمثل في مدى اكتساب المواطنين للمعلومات الخاصة بالبناء السياسي وقواعده السياسية، وذلك مثل وعيهم وإدراكهم بمن هو الرئيس أو البرلمان أو الحزب السياسي. هذا البعد مرتبط بالوعي السياسي. التنشئة السياسية هي العملية التي تستخدم لتشكيل الوعي السياسي. ثانياً، التنشئة الوجدانية، وهي التي من خلالها ينمي الفرد مشاعر التأييد أو الرفض، مثلا للقائد السياسي أو الرئيس أو الحكومة أو نظام سياسي أو الشرطة أو مختلف مؤسسات الدولة. ثانياً، التنشئة التقييمية، وهي العملية التي يستمد من خلالها الفرد
أحكامه وآراءه حول النظام السياسي. ثانيا مضمون التنشئة السياسية، هناك أربعة مجالات للتنشئة السياسية. أولا الثقافة السياسية، وهي ما يتعلمه الفرد من معلومات بهدف تنمية المفاهيم السياسية ومعرفة الحقوق والواجبات والقيم والمعايير والتوجيهات الضرورية للتكيف مع المجتمع والنظام السياسي. ثانيا مهارات التفكير السياسي، ومعناها تنمية القدرات الذهنية للفرد لكي يستطيع المشاركة في العملية السياسية وتقييم المعلومات والحقائق السياسية ومن ثم يعارضها أو يؤيدها. الاتجاهات السياسية، وهي قدرة التنشئة على تكوين وبلورة اتجاهات سياسية للفرد التي من خلالها يبدي رأيه حول الأحداث السياسية وغيرها. وأخيرا مهارات المشاركة السياسية، وهي القدرة على تنمية المهارات لدى الفرد مثل الاتصال بالآخرين وتعلم فن الحوار السياسي والتفاوض والقدرة على الإقناع أو التأثير في الآخرين. ثالثا أهمية التنشئة السياسية. للتنشئة السياسية أهمية كبيرة في المجتمع لما تطلع به من أدوار، خاصة في ضمان استقرار المجتمع وتطوره، ويمكن أن نوجزها فيما يلي. أولا أن أغلب المجتمعات المعاصرة تعاني من أزمة تكامل قومي نتيجة تنوع بنيانها الداخلي، ومنها تصبح التنشئة السياسية لازمة لخلق شعور عام بالهوية القومية، حيث أن المجتمعات تعتمد في تماسكها وتطورها على ما يتوفر لدى مواطنيها من فهم مشترك للقيم والعادات والتقاليد التي تسود المجتمع. وهنا يقع على عاتق التنشئة السياسية توحيد اتجاهات أفراد المجتمع لكي تضمن استقرار وديمومة مجتمعها. ثانيا نظرا لاكتساح العولمة بمختلف مجالاتها السياسية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية، تحاول الدول التخلص من التبعية لها، وذلك عن طريق الجهود المبذولة في وضع أنظمة تربوية وبرامج تثقيفية خاصة وتضم في محتواها قيم وعادات وتقاليد مجتمعها لغرسها في أفرادها عن طريق التنشئة السياسية. ومما لا شك فيه أن التنمية السياسية كجزء من التنمية الشاملة تسعى إلى إحلال النسق من القيم السياسية الحديثة محل القيم التقليدية، ولذا تقوم التنشئة السياسية بإحداث تطور ثقافي في المجتمع. نقطة أخرى، إذا كان الوعي السياسي هو الذي يمكن الفرد من اكتساب أفكار وتوجهات نحو العالم السياسي، وهو المسؤول عن النضج السياسي وتطوير الشخصية السياسية، فإن التنشئة السياسية تسهم في تشكيل العلاقات بين الأفراد والمجتمع، وتعمل على توجيه الخبرات المكتسبة نحو الموضوعات والمسائل السياسية، وتجعل من اكتساب الشخصية السياسية أمرا يتوافق مع عملية النضج الاجتماعي ككل، بما تعلمه للفرد من حقوق المواطنة ومبادئ الديمقراطية، كما تعمل على تفعيل دوره في الحياة السياسية ومشاركته في اتخاذ القرارات الهامة أو التأثير عليه. وتصبح عملية التنشئة السياسية في هذه الدول النامية ذات أهمية خاصة بسبب أن آليات التنشئة السياسية هي الكفيلة بخلق العملية التكاملية التي بموجبها يتم الانتقال من الانتماء العائلي أو الإقليمي أو الانتماء للقبيلة أو ما إلى ذلك إلى الانتماء للأمة. وهنا تتغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة للفرد، أو يتحقق فيها على الأقل توازن بين الفردي والجماعي. ثانيا تتدعم عبر التنشئة السياسية شرعية النظام السياسي بنشر مبادئه وأهدافه عبر قنوات التنشئة السياسية. وكلما شارك الأفراد في الحياة السياسية فإن النظام يكتسب الشرعية.
نقطة أخرى، تعمل آليات التنشئة السياسية على تقليل تأثير العوامل السلبية التي يمكن أن تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي، مثل الأفكار السلبية التي لا تتفق مع مبادئ المجتمع وأهدافه، إذ كلما كان للشباب اهتمامات وطموح كلما أبعده ذلك عن المخدرات والعنف والمشاكل الاجتماعية المختلفة. تعمل كذلك التنشئة السياسية على توسيع قاعدة الاتفاق العام وتخفيض حدة الاختلاف، وذلك بما تغرسه من ثقافة سياسية لدى الناشئة من معلومات وقيم واتجاهات، كما تعمق من ولاء المواطنين لمجتمعهم ونظامهم السياسي وتوحد صفوفهم. رابعا، وظائف التنشئة السياسية. التنشئة السياسية عملية يكتسب الأفراد من خلالها قيماً ومعلومات تتعلق بنظامهم السياسي، لكي يدركوا حقوقهم وواجباتهم ويحافظوا على استقرار مجتمعهم في العصر الحالي الذي شهد موجة من التحولات المجتمعية والتغير في البنية والنظم السياسية، ولا سيما في عصر العولمة وتداعياتها، خاصة تلك المجتمعات التي تتعرض لغزو ثقافي خارجي وتعاني من فراغ سياسي داخلي وعزوف شبابها عن المشاركة في الحياة السياسية والاهتمام بمشاكل المواطن. لذلك تطلع التنشئة السياسية بوظائف هامة، أبرزها تشكيل الثقافة السياسية، حيث ترتبط الثقافة السياسية بالتنشئة السياسية ارتباطاً عضوياً وتعتبر من أهم وظائفها. فالثقافة السياسية في المحيط العام الذي تتفاعل فيه التنشئة السياسية وتستمد منه مضمونها الاجتماعي والسياسي، كما تعتبر في نفس الوقت أيضاً إحدى أهم مخرجاتها. وقد تتم عملية تشكيل الثقافة السياسية بطريقة مباشرة إلى الأفراد أو بشكل ضمني من خلال غرس الاتجاهات غير السياسية التي تؤثر في مواقف الأفراد اتجاه الأدوار والأمور المماثلة داخل النظام السياسي. تهدف التنشئة السياسية إلى تكوين الفرد سياسياً وتنمية وعيه السياسي من خلال تلقينه المعلومات السياسية التي تتعلق بالنظام السياسي، مثل معرفة القادة ودورهم في العملية السياسية وصناعة القرار، حيث تكمن أهمية تشكيل الثقافة السياسية في توحيد القيم والاتجاهات الخاصة بالأفراد، مما يؤدي إلى الالتحام وترابط المجتمع. المشاركة السياسية. تعرف المشاركة السياسية بأنها العملية التي يلعب من خلالها الفرد دوراً في الحياة السياسية لمجتمعه، وتكون لديه الفرصة للمشاركة في وضع وصياغة الأهداف العامة لذلك المجتمع، وكذلك إيجاد أفضل الوسائل لتحقيق وإنجاز هذه الأهداف. فالمشاركة السياسية لا تعد أن تكون أحد أبعاد التنشئة السياسية، فهي تتوقف على عوامل عديدة، بعضها يتعلق بالبيئة السياسية، والبعض الآخر يتعلق بالمنبهات السياسية، والبعض الثالث يتصل بالفرد نفسه بتكوينه العقلي أو النفسي. وتشمل البيئة السياسية على متغيرات عديدة تتصل بالتنشئة السياسية، حيث يتم غرس قيم إيجابية كالإقدام والعمل الجماعي والمشاركة، وهذه يكتسبها الفرد فتؤثر على استجابته للمنبهات السياسية التي يتعرض لها من خلال مصادر التنشئة السياسية المختلفة، ومن ثم تؤثر على مشاركته في النشاط السياسي. والمشاركة السياسية قد تكون إيجابية، مشاركة الفرد في مستوى من مستويات العمل والنظام السياسي، كما قد تكون والمشاركة السياسية قد تكون مشاركة الفرد في مستوى من مستويات العمل والنظام السياسي، كما حددها بعض العلماء، في تقلب منصب سياسي أو إداري أو السعي نحو منصب سياسي أو إداري، والعضوية النشطة في التنظيم السياسي كالعضوية في الحزب، العضوية العادية في التنظيم السياسي كالترشح للانتخابات، العضوية النشطة في التنظيم
شبه السياسي كمؤسسات المجتمع المدني، والعضوية العادية في التنظيم شبه سياسي كالنقابات العمالية والتنظيمات النقابية، والمشاركة في المناقشات السياسية العامة كالمعرفة والموقف السياسي والوقوف على الهيئات التطوعية المنظمات المجتمع المدني وغيرها، والاهتمام العام بالسياسة وعملية التصويت في الانتخابات. كما قد تكون المشاركة السياسية سلبية وتأخذ السلبية السياسية عدة صور للامبالاة، أي عدم الاهتمام بالأفراد والظواهر ولا بالمواقف الاجتماعية بصفة عامة أو خاصة، وكذلك الشك السياسي وهو الشك في أحوال وأقوال الآخرين في المجتمع خاصة قيادته، والنظر أو الشعور بأن العمل السياسي عمل رديء وأن الثقة في رجال العمل السياسي أمر مستحيل، كذلك الغربة السياسية وتعني شعور الفرد بالغربة عن العمل السياسي والحكومة وما يدور في المجتمع، وبالإضافة إلى الاغتراب ويقصد به شعور الفرد بأن المجتمع والسلطة فيه لا يعنياه وبأنه لا قيمة له في هذا المجتمع، ويؤدي ذلك إلى تقليل الفرد من أهدافه وفقدان الحماس والدافع والباعث على المشاركة في عالم السياسة. ولكي يستطيع النظام السياسي امتصاص آثار السلبية لعدم المشاركة السياسية والحد منها، عليه أن أولاً أن يرسخ القيم الإيجابية في أذهان الأفراد عن طريق وضع أرضية صلبة من مؤسسات سياسية قوية وقنوات تنشئة سياسية فعالة، لأن المشاركة السياسية الفعالة لا تتم إلا من خلال الوعي السياسي التام للأفراد، والذي يتبلور من خلال فهم الأفراد لواقعهم السياسي والاجتماعي والتاريخي وكذا الواقع المحيط بهم ومجتمعهم كصورة كلية ومرتبطة تساعد على بلورة الاتجاهات السياسية وتدفعهم إلى المشاركة السياسية. ثانياً التجنيد السياسي. يعرف غابريال ألموند التجنيد السياسي بأنه وظيفة من ضمن الوظائف الهامة التي يحافظ بها النظام السياسي على وجوده، وكذا إعداد القيادات في مستويات مختلفة مثل البرلمان والحكومة، وكذلك على مستوى الوظيفة الحزبية، فهو عبارة عن تلك العملية التي يقلد من خلالها الأفراد المناصب السياسية سواء سعوا إليها بدافع ذاتي أو وجههم آخرون إليها، وينحدر شاغلو السياسة أو المراكز السياسية من ثقافات فرعية مختلفة، لذا تصبح التنشئة السياسية الفعالة عملية حيوية تزودهم بالمعارف والمهارات السياسية. مما سبق نستنتج أن عملية التنشئة والتجنيد السياسي عملية لا يمكن أن تترك بدون ضبط وتنظيم، خاصة في مرحلة الشباب، وذلك عن طريق ضبط وسائل التنشئة من الأسرة إلى المدرسة ثم إلى الوسائل الأخرى للتنشئة باعتبارها أهم أدوات ووسائل التجنيد السياسي. ويعتبر التجنيد السياسي من أهم الوظائف التي يتم من خلالها ربط المواطنين بالأهداف العليا التي يسعى النظام إلى تحقيقها، وذلك قصد ضمان قدر ملائم من الانسجام في حركة الدولة ومؤسساتها. إذ تلجأ بعض الدول لوضع منهج سياسي خاص لمنع التناقض في العمل بين المجال السياسي والمجال الاقتصادي، ومنه جاءت أهمية تنظيم وضبط عملية التنشئة السياسية والتجنيد السياسي من طرف النظام، كما تعد وظيفة التجنيد السياسي لغرس الاتجاهات التي ترضاها الجماعة السياسية نحو محاور عديدة تختلف أهميتها من مجتمع إلى آخر. وهذه المحاور في الأخير تهدف إلى غرس قيم الطاعة والولاء السياسي، والتي يمكن ذكر بعضها كما يلي: أولاً الشعور بالانتماء، فشعور الفرد بانتمائه إلى جماعة قومية وطنية تربطها انفعالات وعواطف سياسية تلعب دوراً في المحافظة على كيانها وأهدافها، ومنه يتحقق الالتزام بالقيم والأعراف والنظم التي يوجد بها الفرد. ثانياً الولاء، ويقصد به تمسك الفرد بالدولة والجماعة، ونجد أن كل من قيمة الولاء والانتماء متكاملين، فانتماء الفرد للوطن يؤكد ولاءه للجماعة
وللدولة. ثالثاً التكامل والاندماج، فمفهوم التكامل السياسي يعني اندماج العناصر الاجتماعية والاقتصادية والدينية والمعرفية والجغرافية في الدولة الواحدة. رابعاً قبول السلطة، تعمل التنشئة السياسية على إقناع الأفراد بقبول السلطة السياسية وإقناعهم بسياساتها لكسب رضا المحكومين وتحقيق مشروعيتها. إذن نستنتج في الأخير أن التنشئة السياسية مهمة في عملية التجنيد السياسي التي تقوم بتكوين الأفراد، بتكوين أفراد قادرين على تحمل وظائف سياسية مختلفة تساعد على استمرار واستقرار النظام السياسي ككل. خامساً الاستقرار السياسي، يشير الاستقرار السياسي إلى قدرة النظام على أن يحافظ على ذاته عبر الزمن، أي يظل في حالة من التكامل، وهذا لا يتحقق إلا إذا طلعت أبنيته المختلفة بوظائف على خير وجه، من بينها وظيفة التنشئة السياسية، حيث تقوم هذه الأخيرة بغرس القيم والمعتقدات والاتجاهات في نفوس الأفراد من خلال مختلف الوسائل التي تساعد بدورها على تكيف الأفراد مع الظروف المتغيرة، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، خاصة في الدول الحديثة، حيث يلجأ النظام في بادئ الأمر إلى العمل على التلقين السياسي الذي يوجه الأفراد إلى قبول النظام السياسي، ثم بعد ذلك تصبح قاعدة احترام القانون والقواعد الدستورية أهم مؤشر على الثقة في القادة السياسيين. إذن يجب على النظام السياسي أن يتكيف مع دواعي التغيير التي تنبع من حاجته أو من البيئة المحيطة به، والمحافظة على بقائه واستمرار أدائه وأداء وظائفه. شأنه في ذلك شأن جميع النظم الاجتماعية الأخرى، ووسيلة النظام في ذلك هي عمليات التنشئة أو التجنيد السياسي. ولذا وضع بعض الكتاب في تحاليلهم أنماط للتغيرات التي تطرأ على مضمون التنشئة السياسية والتي تساعد على الاستقرار السياسي، وهي كما يلي: التحول من الاهتمام بالقيم والدوافع إلى الاهتمام بالسلوك الظاهر، التحول من اكتساب أشياء جديدة إلى فهم أعمق لما تم اكتسابه من قبل، وبهذا تتعدد صور التفاعل بين ما سبق وأن اكتسبه الفرد من مهارات من قبل أن يقدم على اكتساب مهارات جديدة، والتحول من التركيز على المثاليات إلى طرح وفهم ما هو واقعي. من دون شك أن ذلك يزيد من درجة قناعة الفرد ورضاه، كذلك زيادة قدرة الفرد على التوفيق بين المواقف المضادة وتسوية الصراعات بصورة سلمية، والتحول من الخصوصية التي تتيح تعلم الفرد في بداية حياته إلى العمومية، وهي تتعلق بالأفراد والأدوار في النظام السياسي، وهذا يعني احترام الفرد للقواعد القانونية والدستورية العامة في الدولة. ولكي تلعب التنشئة السياسية دورا فعالا في الحفاظ على التوازن والاستقرار في النظام السياسي، ينبغي أن تتم في إطار خطة وطنية على مستوى عالي تخلق اتساقا بين كافة مضامين التنشئة ونظمها، وتجعل تنسيقا بين مختلف أدوارها ومؤسساتها بصورة تحقق تقاربا اجتماعيا وتحد من احتمالات التعرض أو التوتر الاجتماعي والسياسي. نلتقي بإذن الله في محاضرة مقبلة.